بيقول هيرودوتوس إنه الفينيقيين كانوا سكان بحر إريتريا المعروف اليوم ببحر الأحمر. هذا المصطلح يومتها ما كان يدل على موقع محدد، ففي إمكانية كبيرة إنه يكون معه شوي من الخليج العربي وحتى كمان شوي من المحيط الهندي. أما الجغرافي الإغريقي سترابون اللي عايش بالأناضول بالفترة الانتقالية بين الجمهورية الرومانية والأمبراطورية الرومانية ما بيجيب سيرة الفينيقيين هو وعم يحكي عن فئات الشعوب اللي سكنت سوريا. وبس نقول سوريا بهداك الوقت يعني المقصود مواقع جغرافية كانت تابعة للأمبراطورية الأشورية. فلافيوس يوسيفيوس المؤرخ العبري هو وعم يستعرض تاريخ شعبه بيجيب سيرة كنعان ابن الرابع لحام، وبيقول كمان إنه ولاد كنعان أسسوا مدن بمواقع مختلفة على الساحل الفينيقي اللي هو الساحل السوري اللبناني الفلسطيني، وعطيوا أسميهم لهالمناطق ولهالمدن اللي أخذت أسماءها من ولادهم مثل صيدون، أرواد، حما. نستنتج إنه المؤرخين الكلاسيكيين اعتبروا إنه أصل الفينيقيين بيعود لأصول غريبة عن الأرض اللي عاشوا فيها. أما العبرانيين وكل مين اعتمد على التناخ اليهودي كمصدر اعتبر انه الفينيقيين هن ولاد كنعان اللي عاشوا بارض كنعان. وبتختلف النظريات اليوم بين المؤرخين المعاصرين، والبعض منهم بيوافق على انه الفينيقيين منهم ساميين وهن قرايب الاحباش والمصاروي. في صعوبة لنحدد منين اجوا تحديدا هالجماعة. فينا نبت انه كانوا بصلب العالم السامي، لغتهم وثقافتهم مش بس سامية لبل عنصر مكون بالعالم السامي، وبكل بساطة لسببين. اولا كانوا اول مين ركب البحر وعمل سفن ودرج عملية التبادل التجاري والحضاري مع الجيران وحتى أبعد، وعلموا جيرانهم بناء السفن. وتانيا لأنه أنتجوا أسهل نموذج كتابي بزمانهم ومعهم بلشت الأبجدية.